الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدوره ديالنا اللي هي دوره HTML. في الجزء هذا ولا في الجزء السابق شفنا كيفاش درنا ليه كومونتير. في الجزء هذا غادي نهضروا على لي زيماج. فسبق وهضرنا في واحد الفيديو السابق على كيفاش نزيدوا لي زيماج، راه سبق وهضرنا عليهم على كيفاش نزيدوا التصاور. فباش نزيدو سيدي التصاور قلنا بان عندنا الطاق اللي هي الاي ام جي. هاد الطاق هادي اللي هي اي ام جي كتاخد السورس، يعني السورس اللي هو كتاخد السورس اللي هو يعني فين كاين، فين كاينه ليماج، وكتاخد هاد الالت. هاد الالت هادي اللي هي واحد كيف كتشوف هنا اللي هو alternative text description of the image، يعني كيبان في حالات ما الا ما تافيشات النشاط ليماج ولا وقعت شي ايرور كيتافيشا بلاصتها التكست هذا. فانا راني ديجا تيليشارجيت واحد ليماج عندي هنايا، كنظن هي هادي. غادي نجي عندي فين عندي هذاك في البيرو، البيرو ويريز البيرو، البيرو هو هذا. نزيدو هنايا، نزيدو ليماج هنايا. فدابا انا عندي هنايا ليماج ديالي. حنا كنا سبق وشفنا كيفاش افيشينا ليماج من السيرفر. فهنا غادي نسميوها مثلا ايميج ولا نسميوها افيش. فإلا بغيت نافيشي هاد ليماج هادي اللي عندي هنا، فراه سبق وهضرنا بان في واحد الجزء شفنا كيفاش افيشينا من بيكسابي. فهنا نقدروا نزيدو هنايا شي تكست نسميوه فيش ايميج. فإلا بغينا نافيشيوها بكل بساطة غادي نقولو السمية ديالها فيش بوان جي بي جي زائد ليكستونسيون. كما سبق وهضرنا في واحد الجزء قلنا بان ليكستونسيون هو البوان اللي كتكون من بعد، والبوان اللي كتكون من بعد جي بي جي، يعني ليكستونسيون هو الكلمه اللي كتكون من بعد البوان. مثلا بوان جي بي جي، بوان بي ان جي، سبق وهضرنا عليها. فهنايا قلنا اوتوماتيكيا هو غادي يعرف بانني انا باغي نافيشي هاد ليماج هادي. فالا جيت دابا ودرت اكتواليزي فهي ليماج ديالي هي هادي مافيشيا. وكما سبق قلنا من قبل راه عندي داك الاتريبيوت اللي هما الهيت ولا الهايت، ديرو مثلا والويدت ديرو 200 200. فلا جينا ودرنا اكتواليزي غيعطينا غير هكا. وكما قلت لك هاد هادي في حاله الا ما لقاش ليماج، مثلا درنا شي سميه اللي ما كايناش ودرنا اكتواليزي فكيعطيني هي فيش ايميج. هادي هي الالت كتافيشا حيت ليماج ما كايناش. دابا حنا نفترضوا اننا زدنا داخل شي دوسي، مثلا جيت لهنا وزدت واحد الدوسي سميتو ايميجز، وهاد داخل منه زدت هاد الفيشي هذا اللي هو الفيشي اللي هو فيش. فكندير السميه ديال الدوسي اللي هي ايميجز وكنقول سلاش وموراه السميه ديال الفيشي، يعني سير للدوسي اللي هو ايماج وفيه قلب على الفيشي اللي هو فيش بوان جي بي جي. فإلا جينا رجعنا لهنا غادي افيشي لنا ليماج ديالنا. ممكن ايضا ليماج ممكن تكون على شكل يو ار ال، تكون عباره على ليان. فممكن انني نزيد مثلا هنايا ايماج اللي كتديني مثلا سلاش سلاش جوجل .com. تنزيدو واحد ليماج اللي كتدينا لجوجل، فاش نكليكيو عليها تدينا لجوجل ونقولو التارغيت بلانك. فإلا جينا ودرنا اكتواليزي، فدابا فاش نحط الكيرسور فوق ولا نحط لاسوري فوق ليماج تي كتبان داك ليد. فإلا كليكيت عليها غادي يديني لجوجل. نتي ممكن حتى ليماج تكون عبارة على ليان، مثلا عندك تصويرة ديال شي حاجة درتيها في واحد لو سيت ديالك وبغيتي داك الصورة تديك لواحد لو ليان، واحد ماني تدي لوتيليزاتور لواحد لو ليان. فاش كيكليكي عليها كتديه لداك لو ليان بهاد الطريقة هادي اللي زدنا حنايا، يعني بالاش بالأ وكتعطيها الاش أور إف، يعني فين غادي تمشي، وكتعطي ليماج الداخل. هذا فيما يخص هذا الجزء هذا. فكنظن هادشي اللي كاين. المهم انا مازال غادي نبحث في هاد لي زيماج ونشوف الا كانت شي حاجه غادي نزيدوها. المهم قلنا بان كنزيدو ليماج كنزيدو لها هنايا داخل السورس هادي، حيت انا ما درتش ديال لو ليام واحد لو سيت، حيت راه سبق ودرناها في واحد الجزء، يعني لا داعي باش نعاودو. قلنا ممكن ليماج نعطيوها
الدوسي هنايا وغادي تلقى لنا فيه ليماج اولا السميه ديال ليماج اولا تكون ليماج عن عباره على ليام. وإلا بقات شي حاجه دابا نزيدها في الاجزاء القادمه. عجبك هادشي جمجم بارطاجيت ابوناش اشترك فرق وزع ونشوفو في الجزء القادم.